أزيج سان جيرمان ميزون يا صابون إن شاء الله تكون قاعد بيان فيرنس روكس فيديو جديد هنا أول مرة تشاهد قناة فيرنس روكس. مرحبا بك، سوف تستفيد كثيرا، قناة مختصة في كل أنواع الهجرة. فيديو اليوم سوف أشرح لكم أسهل طريقة لدخول كندا عن طريق التدريب المهني داب 1800 أور. عن طريق هذا التدريب سوف تحصل على دبلوم ثم وظيفة عمل، وأيضا عن طريق هذا التدريب سوف تحصل على إقامة دائمة في كندا. ابقوا في المتابعة، سوف أشرح لكم أنواع البرامج، طريقة التسجيل، الشروط، الرسوم، مدة معالجة الطلب والرد، كل هذا في الموقع الرسمي التابع لحكومة كندا. مشاهدة مفيدة للجميع. هذا هو الموقع الرسمي التابع لحكومة كندا كما تشاهدون، هنا تجدون كل البرامج الخاصة ب 1800 ساعة داب. هنا صفحة الموقع باللغة الفرنسية، سأترجم لكم الصفحة وسوف أشرح لكم هذا الموضوع شرح كامل، فقط ابقوا في المتابعة. هنا عن طريق هذا البرنامج سوف تحصل على دبلوم، وأيضا سوف تقدم إلى الوظائف، وأيضا سوف تكتسب مهارات المطلوبة في سوق العمل في كندا. لديك أيضا فترة تدريب في إحدى الشركات مما يشكل تجربة عمل أولى في مجال التدريب. هنا تبدأ معظم التدريبات والتسجيلات في شهر أوت أو جانفي، وأيضا يمكنك البدء في أوقات أخرى خلال العام. هنا هذه هي أنواع البرامج المتوفرة حاليا في الموقع. لدينا الصحة والمساعدة والرعاية التمريضية، لدينا القطاع، لدينا دعم الكمبيوتر الانفورماتيك، اللحام والتجميع، التصوير، ميكانيكا البناء والصيانة الصناعية، هنا أيضا تصميم المبنى، التصميم الصناعي، الرسوم البيانية، تركيب وإصلاح معدات الاتصالات السلكية واللا سلكية، ميكانيكا السيارات، الديكور الداخلي والعرض البصري. هنا لديكم العنوان الكامل، هنا لديكم رقم الهاتف، يمكنكم الاتصال للحصول على أي استفسار فيما يخص هذا الموضوع، برامج 1800 ساعة داب، وأيضا لديهم إيميل، أيضا يمكنكم إرسال أي رسالة. هنا أوقات العمل، هنا البرامج، هنا القبول، الشروط، التسجيل، إرسال المستندات، الأسئلة الشائعة سوف أشرحها لكم بعد قليل. هنا مثلا أريد التسجيل في هذا البرنامج، دعم الكمبيوتر سأضغط عليه بهذه الطريقة. هنا سوف تجدون كل المعلومات الخاصة بهذا البرنامج. هنا لدينا مدة هذا البرنامج كما تشاهدون 16 شهر بما في ذلك 16 أسبوع من التدريب 1800 ساعة. هنا تواريخ وتكاليف، هنا مواعيد بدء التدريب كما تشاهدون، هنا التكاليف، سوف تدفعون 27000 دولار لهذا البرنامج. هنا فيما يخص التكاليف، هل سوف تدفعونها بالكامل أو بالنصف؟ هنا يمكنكم التواصل معهم عبر الهاتف أو الإيميل كما شرحت لكم سابقا للحصول على أجوبة واستفسارات فيما يخص هذا الموضوع التكاليف. أنا سوف أدخل إلى هذا البرنامج الخاص بالصحة، هنا تجدون كل المعلومات الخاصة بالبرنامج، هنا تعريف البرنامج، أيضا لدينا شروط التقديم إلى هذا البرنامج، هنا المدة، هنا مدة التدريب حوالي 15 شهر بما في ذلك 22 أسبوع من التدريب 1800 ساعة. هنا المتطلبات التعليمية الخاصة، هنا تجدون كل الشروط، هنا التواريخ والتكاليف، مواعيد بدء التدريب، هذه هي التواريخ، هنا التكاليف كما تشاهدون 43000 دولار كندي بالنسبة لهذا البرنامج. هنا فيما يخص اختيار البرنامج، يجب اختيار داب 1800 ساعة. هنا لماذا سوف أجيبكم، حسب معلوماتي الخاصة عن طريق هذه البرامج يمكنكم الحصول على أولا وظيفة عمل في كندا، وبعدها يمكنكم طلب السياسكو، وبعدها يمكنكم طلب الإقامة الدائمة. هنا لدينا القبول، الشروط، مثلا سنضغط على الشروط لكونديسيون، هنا سوف تجدون كل المعلومات الخاصة بالشروط، خطوات الطلب، طلب القبول، مستوى التعليم المطلوب، هنا أيضا متطلبات اللغة، الرسوم الواجب دفعها، رسوم التعليم، خدمات إضافية، تكاليف المواد، معالجة طلبك، طلب القبول،
إذن اقرأوا هذه الشروط سوف تفيدكم كثيرا. هنا مثلا التسجيل، هذه الاستمارة طبعا باللغة الفرنسية. هنا الترجمة فقط للشرح، لديك الاسم واللقب، لديك الهاتف، العنوان الحالي، هنا البريد الإلكتروني، هنا ليتواصل معك، هنا تختار نوع البرنامج الذي تريد الدراسة فيه في كندا وتضغط على يقدم. هنا سوف يتواصل معكم عبر الإيميل الخاص بكم ليشرح لكم كل الخطوات التي سوف تقومون بها من أجل الدراسة في البرنامج الذي قمتم باختياره. هنا فيما يخص إرسال المستندات، كل برنامج والوثائق المطلوبة سوف يشرحون لكم هذه الخطوة. إذن هذا كل شيء فيما يخص موضوع فيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الشرح. هنا سوف أترك لكم رابط هذا الموقع مباشرة في صندوق وصف الفيديو. إذن شكرا على المشاهدة وحظ موفق للجميع.